السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب، أينما كنتم. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب الجمعة 9/8/2024، احنا الآن بسوق الحلال في مدينة معرة مصرين شمال سوريا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. السوق اليوم يا شباب حلال وكثير، إن شاء الله يكون في بيع ومشترى. احنا يهمنا يكون في بيع ومشترى، ما يهمنا لا الغلا ولا الرخص. الله يجبر خاطر البايع والشاري. الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب بعد صلاة المغرب ننزل فيديو عن أعراف السوق، نتكلم فيه عن الكفالات وأنواعها وضوابطها الشرعية في ضوء الكتاب والسنة. فتابعوا الفيديو هذا للأخير، وتابعوا الفيديو الجاي للأخير، واشتركوا بقناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب، واشتركوا بقناة أبو حمزة الرحال. أنا قصرت فيها شوي، مريت بظروف نفسية يعني لا تساعد كثيرا، شفتوا قصرنا الأسبوع الماضي حتى يومين ثلاثة قطعنا السوق، فنعتذر منكم على التقصير اللي صار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والآن نتابع لكم السوق من الألف للياء، فتابعوا معنا واشتركوا بقناة أبو حمزة الرحال، رابطها على أول تعليق مثبت إن شاء الله. في حلقة رائعة راح ننزلها، يعني حلقة تاريخية رائعة، مزج ما بين الجاهلية والإسلام، وحدث عظيم من أحداث يعني العرب، الأحداث الموثقة في تاريخ العرب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تابع الفيديو حتى النهاية. أنا نعجات أبو سلطان يا شباب، أنا كل اللي أبو سلطان بعيد، كل اللي أبو سلطان أنا. بالله امورك سيرة عالية الجودة. ايش قد طلبتوا بها؟ ايش قد مرسوم هيدي يا ابو حمزة؟ ايش قد طلبتوا بها؟ ايش قد دفعتوا بها؟ ايش قد عشر ابو سلطان؟ شهر ونص. بدك تراعي الناس شوي، ما اعطيتوا شيء يا شباب؟ ما اعطيتوا شيء؟ هاي الفصل هاي شو ولا شو بدك؟ فصل 3.5 شهر. خلينا لا وسوم ابو عيد، وسوم ايش قد عجل؟ بعيد ما سوم. خلص اشتري ابو حمزه، عم يشتري ما عم ينباع معنا الرزاق. اي طيب. ليش؟ عم ننزل على البوزير ما عم ينباع معنا الرزاق. يا ابو عيد. اي والله. بربع. 3.5 بربع. مفصولة بس وحدة يا شباب، بس الوحدة الأخيرة. اي والله. شوك ابو صراح؟ اي والله. الله يحق الله بزوك. الله يسلمك. وين ايامك يا والله فاتك. انت وين عم تغطي؟ حقك علي والله. مقصرين والله، صار الاسبوع الماضي 4 ايام ما نزلت، ثلاث ايام ما نزلت. والله خشنا نعجزين. ابو خالد تبيع وحده بثلاث ربع؟ اثنين يا حسن. اول وحده. الزنا مسبك، خله هو. هاي الله يربحه خيو. هاي. بربع الله يربحه. بربع الله يربحه، روح. على اوني. ايه 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 ايه. توكل على الله. لا لا ما قلت لك. والله 3.5 الله يجبرك 3.5 خوش في طايم والله بسرعة ما شاء الله تبارك الله للجنية غير شكل ما يلحقنا احنا هذا السنة للربيع الربيع الجاي ان شاء الله الله يخلينا بخير وسلامة ان شاء الله لا ينجار عليهم والله ما شاء الله تبارك الله ايش قد طلبت بينا بسرعة 450 ما اعطوك شيء بسرعة والله اليوم ما اندفع بس خير النهار اندفع بها 1100 دولار قلب بعض 1100 دولار الكل 2600 و1000 دولار اللهم صل على محمد والله هاي الحمراء ما شاء الله تبارك الله هاي الوقفت كلن حلوات فطايم خشنات ثوبن طيبي والله اي والله ما شاء الله تبارك الله هاي الحمراء ما شاء الله بسرعة هي ألشهن الطرفانية هاي من طيتني ظهرها أخشنهن ما شاء الله هاي حلوة والله كلن حلوات هاي شكلها حلو اللهم صل على محمد الله يرزقك يا ابو سراء الله يسلمك يا الله يبارك فيك ان شاء الله هاي البقره يا ابو حسين نعم خوجه دي وين وصلوا هنا ابوي خذوني يا خالد وصلوا مطرحهم 110 100 بالصلاه على راسك بس طلع فيني معك نعم معك امرك يا ابو حسين ب 4.5 لا ولا 4 دولارات ونص ولا ب 74 ولا ب 74 4 دولارات 55 هذا الخرافه شباب الخرافه 75 شايفين الخرافه اثنين اللي تحتهم الحمر والله ثلاث مرات لا تخليني اشطيش انت تحلفني يمين انت مشان حسبي الله ونعم الوكيل امبارح الرجال هذا بصور امبارح علق لنا قال هذا ما هو اصول بيع والشراء صار يوجعوا لنا راسنا لا يا حاج على ابو حسن ذهب والله لا اله الا الله ابو حسن جدي جدي ذهب والله يا شباب ما يعرف ابو حسن يقول ابو حسن نفسيه لكن سبحان الله تختلط بقلبه قلبه مثل الثلج والله مثل ما دفع تختلط بقلبه طيب ما يعرف من بعيد يقول ابو حسن ايش النفسيه هاي الله يربحه 5/4 الجوز على السيف 5/4 ابو حسن انسان عصبي شوي والعصبي دائما قلبه طيب يا شباب اي واحد متابعني عصبي يحط لايك يقول انا عصبي وانا ما اشتريت منه مع الدربيش بالبيع من البيت هذا مو زين ايوه اشتريت بقول لك والله ولا ورقه وديته قبل حقه باذن الله لا اله الا الله اشتريت
شديت وانا بصليت الله يرفعه خمسة الى اربع خمسة الى اربع هلا ابو عدي والله ربي يسعدك هاي فطايم ابو عدي صغار هذا ايش قد اسعار مثل هاي ابو عدي اسعار عند السوم 115 يبون هيك 110 بالمنديل اعطوك 80 90 هات هذه شوف فطيمه لا انطونا بهنا 100 100 يا ابو حمزه والحمراء وعندي هذه جاي انطونا 100 115 اللهم صل على 25 بدنا نبيع صارت 115 نعم 115 قطعه نظيفه ومرتبه ايه هاي صحيح الله ينطيك يا حجي 70 عمي حماد تشتري هذا الجدي يا ابو حمزه اليوم السوق كويس احسن من ذي قبل ها اليوم يعني من 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 10 ايام وجاي السوق احسن اليوم هالنهارات بيبيع وشراء وحركه كويسه صحيان اكثر السوق ايه صايره بي يروح نعم تريد تبيعه يا عمي محمد ب 70 اشتريت ايش قدك تشتري الله يبارك لك عمي محمد تعال لعندي الله راسي ايه كرم على الحجي الله يرحمه راسي الله يرحمه اكرم يا عمي هذا عمي محمد العيسى والنعم 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 لا لا من 30 سنه اشوفه بيشترى بكلمه واحده يعني قلت هالفيلم هذا يعني ضربها بالمنقاش 30 سنه 270 دولار مليحة بيت ومرتبة بيع حليبات يعني بيع حليبات شو عندك ابن عمي والله ضرته زين 200 دولار على راسي والله تشتري 250 حجي تشتري 250 200 عمي منك تكرم انا بعد اخذ لا 100 بس منك تكرم حجي على راسي وصديق عند وصديق لا لا عيوني خالصه بالنسبه للجد كله على راسي على راسي حجي 50 ايه دولار ودوية تجيله تجيله؟ اه؟ تجيله احمق تجيله هاي نفس سلامتك يلا معلش 200 دولار حجي اسمع علي اشتريت 250 هالعنز اشتريت 250 اشتريت 250 دولار برده زينه ولا شتها صغيره شو عمي خشنا 225 اشتريت طيب الله يبارك لك 200 على مشورة صاحبها الي مشورة صاحبها حطها وعيوني تكرم حجي هاي 3 اعطيني ذلك ايش علي؟ يريد يبيعك يريد كيف فكرت لك انت مرضان معليش يا اخي بس دابه مرضان راعيها بدي ابيعها اشتريت 3.5 اشتريت 3.5 ب 40 ب 40 ما يضبط والله شو والله انا حكيت اشتريت بنص اشتريت بنص اشتريت بنص اشتريت بنص انت بايعه ب 40 يا محمود اللي مو بايع شاورته ب 40 انا والله دايمون ابو 40 خليهم مبسوطات 3.5 من هناك خلاص محمود يا محمود ب 30 لك يا شباب هالخمس دولارات والله العظيم هاي عليكم بلا هلا زلمه يا محمود والله محمود والله بدي اربح له 10 دولارات بدي اربح له 10 دولارات ما توك 40 ما في اللي يبيع ما توك 40 شورت السراي قال ساكت ما قال له يعني ضيع الله ما قال له لا والله الله يا حد ما توك 40 خيو هذا الحلال قدام عينك مش عارف 30 40 يا محمود 40 انا بطلعك اشتريت بنص انا بدي احطه كيف خلص افرغ الغيره هذا مش قلبك تقبل لي ابو فيصل ابو عمر خلاص بدي ابيعهم يا اخي لو مو ثول معليش ينباع بغير بيزار بس بدي ابيعهم خلاص يا حجي هسه ترد جوز انت كسر معي يا رجل والله بيطلع عمر خبك قبل لي انا يا حجي ما يفعل على القبان ما يفعل على القبان خاروس سرحي ما بيعه على القبان بدك اياه بخمس دولارات على القبان خذه هذا الخاروس خد على الكيلو انت قاعد تصور زاد راس صدق من غير فاجئتك ها شنو هذا الثول ايش قد صار بينه ابو عمر الثول 340 دولار ونص الصبح شاورت الكل يعني شاورت ما دفع اثنين ما دفع قاعد يدفع ربع بالعربي كان يدفع ربع بالعربي قلنا له بلا 10 ونص ما في جوز يعني مرضانات شو ما صح خلاص يا محمود انا اصبر على طول انا مرض مو في هذا خالص خالص امور منتهيه يعني امور اللي ورا وين ابوك صحيح؟ كله ب 480 دولار معلان البكور الله يرضى سهلو زياد تعال انا صغار هاي يا شباب انا خرافه صغار هاي بين الشباب زياد بعد 480 دولار انا مشاور صاحبهم يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هذا عندك ابو علي عندي وهذا اخوه هذا
نفس الأرض إن شاء الله تبارك الله. عند أبو عداي نازلت عند أبو عداي ما شاء الله تبارك الله. وهذا معه مو؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. منين جاي هذا أبو علي؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا لسه مو مقصوص مو؟ فاروق ساتر. شلونك عم أبو عداي؟ هذا وش قد طلبتوا به الحج؟ 1500 ما أعطوكم شيء؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طلع جرجر هذا. اي والله ما شاء الله عليه جرجر. وهذا الثاني؟ هذا نعم ما صار بيه دفاية لسه والله خشان طيبه ولساتن على صوفهم هن والله ان شاء الله ذاك بلوه بلوه ما شاء الله هام والله اي والله ما اعطوك لي شيء ابو علي والله 700 اي نعم وذاك لسه ما صار بيه شيء ذاك 500 اللهم صل وسلم على نبينا محمد ضاعه طيبه عم ابو عدي شيء فخامة ها اي والله ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على محمد الله يرزقكم يا شباب موجودات عند ابو علي خابور يا شباب هذا يريد فحول شيء فاخر على الاخر ما شاء الله تبارك الله اليوم عندك بضاعه الجملان والحروك ما بعرف ما شاء الله تبارك الله هاي بضاعه ابو مصعب يا شباب هاي بضاعه الجملان دائما بضاعه الجملان يجي رفيع وعالي هيك يعني الخاروف اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ايش طلبتوا بينا ابو عداي؟ والله هذا ما اعطوك شيء ما بعثوا لك شيء؟ ما صار بين دفع؟ هاي من حلال ابو مصعب. ايه الحرج دائما شويه تميز بالضخامه والخشانه الجملان يتميز انه عالي ورفيع. زين ما شاء الله. الله يرزقكم عم ابو عداي. يا شباب 80 كيلو ب 540 نعم بدي ابيعك اياها غنم 80 كيلو ها الزلم بين يا ابو محمد ما شاء الله تبارك الله ابيعك جواز 20 انا ابيعك 10 كفاله ابيعك غنم 10 كفاله يا شباب بس هذا الكوسون الله يرضى عليك بس هذا الكوسون خل على الارض على ما فيها كلها 140 140 ثلاثه اشتريت 550 اشتريت بخمسة وربع يا جبار اللهم صل على سيدنا محمد الله يعطيك 150 مليون حجة وبيعك كمان 10 على الكيلو اشتريت قول يا رب وقال يا رب ما غلب روح 10 الله يعطيك وانا ب 500 الله يعطيك عمره 500 مو بيزار الله يعطيك انا مجناي يا حجي 500 مو بيزار 10 كفالة على الايكو الفاضيه برا فيها بس ثلاثة يعني 10 هيا معك بين اذا مو 85 90 كيلو تعال حاسبني انا بدك حق 450 يا جبار استنى اشتري طيب شلون يا ربع شلون يا ربع لك بيزار بعيد بيزار بعيد لا تحس بيزار هذا بالاخير شد عندك الله يعطيك خذها جبارة يا رب خذها أربعة ونص الله يعطيك ما مشكلة خيو احنا ما عندنا عن يعيب خذها جبارة لا تنسى ما عندنا أحسن لك وأبرز هذا شيء 140 ثالث أسفية لعجة أربعة طولة تاخذوها لا برا أيوه أسفية أربعة طولة والله بركة دبابات والله أربعة طول برا كمها برا 10 أيام الصغور مقبولات 10 مقبولات يا أبو الفوز خذ جبارة صفي قال اقرب لك اخوان الله يبارك بكم بي رجال دكتور بيطري ضيع او انسرق له 38 راس غنم من باتمه سرقا اللي يقدر يفيدنا بالموضوع هذا له مكافاه يقدر يتابعنا الموضوع هذا له مكافاه اللهم صل وسلم على نبينا محمد والشباب الغنام المربين يتحرصوا على غنمكم يا اخي صايره يعني تصير سرقات احيانا عم ينسرق راسين وثلاثه واربعه
اي نعم الله المستعان. وراديو شباب صغار على 180 طلب. اي والله العظيم. والله العظيم. حتى خرفت حر، خرفت حر. اول مره ما شفتني خالص. الله يسلمك. الله يسلمك. ما كان شايف. الظروف تحرك. ايه. في تحريكه طيبه شعبيه. ايه ماشي الحال ماشي الحال السوق مو شيء. يعني وين 150؟ هذا قد يعني السوق من الصبح لحد تحرك ما شاء الله حد الدرجات. حد تحرك. البضاعة الناعمة، البضاعة الناعمة عليها طلب والله. كله هاي ببلاها 220. اللهم صل على محمد. 220 دولار الخرافة. على 220 دولار مبيعات الخرافة يا شباب اليوم بسوق اليوم ما شاء الله 200 طالبين 180 خرافة البيضة صغار ما شو اعطوك بالخرافة القطنيات هذا نعم يا معروف ما حد يبوح البعض ما هو هاي تو نباع بها 170 هاي وراد يا شباب 170 دولار البيضة ذن الوراد الحمر 170 من اخر جاي انا معي 160 كويس السوق اليوم عم بعود ها؟ الحمد لله الحمد لله في حركه طيبه ما شاء الله نعم على الخروف على المجنوي اللهم صل على محمد الله الله يرزقك عم بعود هاي لابو علي شغلتنا هي نحن بيش علي عشان الغنم التونس ايه ايه اللهم صل على محمد حجي اول جبل 100 اول جبل 100 تبارك الله وجبارات 110 فنجان ما بعت والله امبارح ما ادى في ولا شيء 110 فنجان شقد عشرن عمي بعواد؟ شقد عشرن؟ اللهم صل وسلم على محمد انا مطيب البركه هذا دحيب هذا هو دحيب انظر انه لا يهتم باحد ابدا يسير اينما يذهب شفتك دحيم ولي العهد صاير احنا نول صايرين نول صايرين الله يسلمك على كل عشر بلديه يا شباب ما شاء الله تبارك الله ايش قد طلبتوا بيه عم بعواد البضاعه والله تعال سمع 4 وربع ما اعطوكم شيء ما اعطوك كل على خشم طريق جرت دحيم جرت واحد على خشم طريق كل على خشم طريق كل على خشم طريق على خشم طريق بركه لا اللهم صل على محمد يعني والله طيب الدفع بالنص تقريبا كلام طيب كل جاي كل على خشم طريق بركه ان شاء الله تبارك تبارك الرحمن ايوه ايوه شوف العم شوف اللهم صل على محمد ما شاء الله غنم كويس غنم زين يا شيخ هذا هو اللي عندنا يدونه مرياع ما حد يسوي شبش خالص ما تطلع له قروش يقولوا له افشك يجي اشعل مشبوه بالنص يقولوا له افشك اللهم صل وسلم على نبينا محمد ايوه ما كان حدا يهد شبش خالص هنا ينفد شبش عادي وفحل عندنا بدير الزور بحمص بالرقه هذا مرياع من يجي في الشكل هذا حل ايش قد شنو قحم سنو السوم 1100 دفع 500 دفع بيه 500 دولار ماشي حالي زين شنو سنو سنو ربع طالع ربع طالع قحم يلا الله يرزقكم ما شاء الله ماشي حالي اتشباش وزان طيب يا شباب عملاقة ان شاء الله تبارك الله هذا سوق اللحم البضاعة قليلة والله بسوق اللحم الشباب شفتوا يعني ما عم يوصل الكيلو ما عم يوصل 5 دولارات يعني احسن وزن عم ينباع بالتنقاية يجوز 4 دولارات و85 دولارات انباع؟ انباع ايش كان؟ والله؟ والله كويس اللهم صل على محمد روح نسأل حسن هلا حمود حسون حياكم الله شلون السوق عندكم يا شباب؟ والله ماشي الحمد لله ايش قد صار البيع ايش قد صار؟ 85 انباع 90 في الريدي تنقاية 90 بالراس والراسين انباع لل 70 4 دولارات و70 اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله الفطيمه ايش قد اسعارها اليوم حسون اليوم 4 دولارات ونص ل 4 نعم اللهم صل على محمد هاي الكباش الوزن الثقيل هاي شنو باش بعنا منهم 4 ونص 4 دولارات ونص 4 ونص ما شاء الله تبارك الله ايش قد بيها وزن هاي ما شاء الله والله فيها 110 و120 وزن طيبه والله اللهم صل على محمد 116 اللهم صل على محمد الله يرزقكم يا شباب هذا الطلب يعني انتم عم تطلبوا ليرتين وربع هذا شوندر على فيه يا شباب اللهم صل وسلم على نبينا محمد
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عم يطلبوا ليرتين وربع بس قد ينباع والله ما ندري. اللهم صل على ما وقفنا على بازار. يعني ترى هذا زين يا شباب يعني بيع بيع سكر. اي نعم ما ندري هم هذا عم يطلبوا هيك يعني. اللهم صل على محمد. نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بس ترى للغنم العشر مو زين يا شباب ها، لانه يعطشها مو حلو. تعطش الغنم تشرب مي يطوف الجنين. يعني اللي عنده غنم عشر خاصه بدايه العشر مو زين لها. شو وين ذا هذا فحل طيب يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. دحق على غلظه الرجلين ما شاء الله تبارك الله. عرضنا قبل المره على قناتنا دحق على خامه الراس كويس. ها تركي ما شاء الله عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. موجود عند اخونا نزلنا عند اخونا ابو عيد الشعباني ما شاء الله تبارك الله. دحق على غلظه الرجلين يا شباب. باع طيب وراس ضخم. اللهم صل على محمد. هذا من حلال استاذ فهمي ابو عبد الله الابرزي ما شاء الله تبارك الله. معروض للبيع قحم يا شباب. ايش قد طالبين بيه ابو مريم؟ 1500 دولار يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مكفول مكفول. الفحول الطيبه قام ينطلب بالخاروف الان. داق شفتوا اخونا ابو علي خابور خاروف طالب بيه 1500 ولسه مو مكفول. خاروف زاد وردي هذا قحم مطلوب 1500 يا شباب. مكفول من كل شيء. اللي يريد يبزر والله بضاعه طيبه يا شباب ما شاء الله تبارك الله. داق على ضخامه الراس غلظ الرجلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما شاء الله تبارك الله. قول ضبع ما شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله. انا احاول اصوركم عرض الجبهة ما شاء الله دحك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. غلظ الخشة الوان حلوة ما شاء الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بضاعة طيبة والله. بضاعة طيبة ما شاء الله. عرض الجبهة لفت الصدر ما شاء الله تبارك الله. بضاعة طيبة والله. اللي بده فحل يا شباب اساس يبزر منه صراحه بضاعه طيبه ما تضيع. اي والله. اللهم صل على محمد. تو شفتوا شو بضاعاته اقل وسطيه وعم يطلبون بها اسعار عاليه. شوف ايش طيب يا شباب. اللهم صل على محمد. ترى على الواقع احسن من الصوره. اللهم صل على محمد. نسمع صوته عشان صوته ما شاء الله. شبش طيب طيبه شبش. وقفته رهيبه. داعك بيضاته داعك. اللهم صل على محمد. نبي احنا شنه طيبه. اسد والله ما شاء الله تبارك الله. ضخامه الراس كبرى البيضات ما شاء الله. بس سبحان الله ترى الصور والله احسن الواقع احسن من الصوره. اي والله احسن. اي والله. اللهم صل على محمد. ده اللهم صل على محمد. تعال شوف الزلمه اخره. شايف ابو عيد ايش قد ابو عيد طويله الفحل مبين عالي. في شغله يا شباب بالنسبه للفحل المعز نصيحه يعني دائما دحق على بيضاته بس جنب بيضاته مفروقات عن بعض مشكله. عرفت؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لازم تجي بيضات وكيس واحد حبيبي محمود ان شاء الله. الله يرزقك زوجة صالحة. فلازم يكون بيضات ومفروقات. لازم يكون بيضات وكيس واحد بس اجن بيضات ومفروقات كل بيضة الحال هذا مو زين ترى. انتبهوا للنقطة هاي. هاي لك ابو سلطان؟ اي والله لي. ان شاء الله تبارك الله. شنو الطلايب هاي ابو سلطان؟ والله جاي نفصل بثلاث ونص جاي دون ثلاث. اللهم صل على محمد. تصور عند عمك ابو حمزة. اللهم صل على محمد. روح وراها. روح وراها. روح وراها تتصورها. صل على محمد. اخذ العشر تعال. ساعة ودنيا واموره طيبة. اخذ العشر عشر. رري رري رري. السوق كله يستجيب. ها ايش قد طلبتوا بها ابو عيد؟ عيدك ابو سلطان يطلبوا بكيف هذا؟ جاي نسومها 400. نعم. جاي نسومها جبارة 3. اللهم صل على محمد. ب 4 3 ونص. ما شاء الله تبارك الله. تمام؟ اي نعم. زين الغنم ابو عيد ها؟ كلها 10 كفاله وبها حطاب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يرزقكم يا ابو عيد. اللهم صل على محمد. غنم معروضه للبيع عند اخونا ابو عيد الشعباني.